هل فيه عين وحسد ولا لأ؟ هل لو حاسد شاف البيبي يقدر يأذيه بعينه؟ من جهة فيه حسد؟ آه فيه حسد. وإلا يبقى احنا بنصلي بنفهم في كنيستنا تبقى ما بتفهمش حاشا. احنا كنيستنا في كل صلواتنا نبدأ الصلاة بإيه؟ صلاة الشكر. فنشكر سيدنا خاطر رحمه الله وبر الأخ لأنه سترنا وعننا نجينا من كل حسد وكل تجربة وكل فعل. يبقى الحسد حطها كيزة على رأس القايمة بتاعت اللي ربنا نجينا منها. نجينا من كل حسد، كل تجربة وكل فشلة. يعني إيه كل حسد؟ لأن الحسد أنواع، في حسد إبليس وفي حسد البشر، نوعين، ناس بتحسد وناس بتحسد. طب هقول لكم على حاجة، ولا ما كناش صلينا من أجل كده؟ هقول لكم على حاجة، لكن هيأثر في مين؟ هقول لكم. مرة جت لي بنت في الجامعة جاب تقول يا ابونا انا قرفانه من نفسي جدا مش عارفه اعمل ايه. قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لي انا عيني حسوده. قلت لها في حد يقول عن نفسه كده يا بنتي؟ قالت انا بقول لك انا عيني حسوده، انا مش عارف، انا اخواتي كمان خدوا جنب مني. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي لما حد فيهم بيجيب بلوزه جديده ولا حاجه جديده لو قالوا لي بتبوظ على طول. قلت لها يا بنتي جايز حصل مره بالصدفه ولا مرتين؟ قالت لا يا مد على طول، لدرجه انهم خدوا قرار لما يجيبوا حاجه جديده ما يقولوش على لما يلبسوها وتتغسل وحاجات كده كتير. فقالت لي واحده من اخواتي البنات صعبت عليها جدا، فراحت جابت اشترى بلوزه جديده شيك، وانا كنت قاعده اذاكر فدخلت عليا الاوضه اللي بذاكر فيها وقلت لي بص بقى انا هكسر القاعده دي وانا بقول لك شوفي انا جايبه دي جديده النهار، ايه رايك؟ قالت لي يا ابونا بصيت لها البلوزه شيك قوي، قلت لها الله هتاكل منك حته، الف مبروك. خرجت من باب الاوضه شبكت في الأكرة بتاع الباب لا هي اللي بتحكي لي، انا مش بجيب قصص بالدماغ، هي اللي بتحكي لي. فجايه زعلانه من نفسها تعمل ايه؟ طب الانسان اللي بيحسد ده بيحسد ليه؟ السؤال الثاني. والحسد بيأثر في مين؟ الانسان اللي بيحسد بيحسد لانه قلبه ما فيهوش ايه؟ محبه، مفيش محبه، مفيش محبه حقيقيه، ودي خطيه بشعه الانسان بيقع فيها ومش دريان. لأن الكتاب بيقول الذي لا يحب لا يعرف الله، ما يعرفش ربنا خالص. الذي لا يحب لا يعرف، لأن الله إيه؟ محب. فاللي بيحسد ده إنسان ما عندوش حب. لو عنده حب يتمنى الخير لكل الناس ويتمنى الناس كلها تبقى أحسن منه كمان ويطلب من ربنا، يعني يا رب أنا شبعان وأنا بس يبقى أكل كذا كذا مثلا. يعني لو الواحد نفسه في حاجة مش نفسه يشكر ربنا على كده أحسن. فيبقى الحسد يأثر، يعني الحسود لانه ما عندوش محبه في قلبه. نمره اتنين لانه ملوش علاقه حقيقيه مع ربنا. لو ليه علاقه حقيقيه مع ربنا هيحسد ولا هيدعي للناس ويصلي من اجلهم ويسندهم ويقف جنبهم؟ المحبه تلزم كده، مخافه الله في قلبي تلزمني ان انا ابقى حنين على كل الناس واتمنى الخير لكل الناس بدون استثناء اعرفه ما اعرفوش، لان مخافه الله اللي في قلبي بتلزمني بكده. الناس تستاهل او ما تستاهلش دي مش شغلتي، امال شغلتي ايه؟ ان انا برضي حبيبي الرب يسوع. لما قال من يعرف ان يفعل حسنا ولا يفعل فذلك خطيه له، فانا ليه اقع في خطيه؟ اعمل الحسن، الحسن ان انا اقف جنب نفسي. فاللي بيحسد ده ما عندوش مخافه الله في قلبه، علاقته بربنا علاقه هشه سطحيه مش حقيقيه. دي اسباب رئيسيه جدا. مش مواظب على صلاه المخدع، علاقته جهده الروحي ضعيف او ما فيش. طيب المحسود بقى ليه بيأثر فيه الحسد؟ مين الناس اللي أثر فيها الحسد؟ سواء حسد إبليس أو حسد الناس، ها؟ اللي مش متحصن. يعني إيه مش متحصن؟ ما بيتناولش. اللي يقعد أكتر من 40 يوم من غير تناول مش متحصن. أي حد يعمل له عمل يتعمل يأذيه، أي حد يحسده يأثر فيه ما هو مش متحصن. ما بيتناولش، عشان كده بقول للناس ما تغيبوش أكتر. طبعًا مش معنى كده إن الناس تقعد لغاية 40 يوم ما يتموا يتناولوا. لا، احنا محتاجين نتناول على طول. لو كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، كل ثلاثه بالكثير. ليه؟ عشان يفضل في حاله حصانه. من ياكل جسد ويشرب دم ايه؟ يثبت فيا وانا فيه. احنا عايزين نبقى في حاله ثبات مستمر مع المسيح له المجد، فما اثرش فينا حاجه. ولا حسد ولا شياطين ولا اعمال ولا اي حاجه. يبقى اللي بيتحسد بيتحسد عشان بيقعد فترات طويله من غير تناول، عشان مش مواظب على صلاه المخدع. واحيانا بيكون المحسود شخصيته أضعف من الحاسد. يعني كل اللي بيحسد ده شخصيته أقوى منه،
فيبص له ويحسده يأثر فيه لو مش متحصن، لكن لو متحصن زي ما قلت الشروط الأولانية خلاص مش. ولا إبليس نفسه يقدر عليه. أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وإيه؟ وكل قوة العدو. إبليس بكل قوته يبقى تحت رجلينا ندوس بنعمة المسيح. فالمحسود بيتحسد لأنه علاقته بربنا هشة، لأنه مش مواظب على التناول، لأنه مش مواظب على صلاة المخدع، لأنه بعيد عن الكنيسة. لكن أنتوا يا بختكم اللي مواظبين على الكنيسة وواقفين وتعبانين في الحر ده، الله يبارك لكم ويحافظ عليكم يا أولاد، أولاد وبنات في جلابنا. ففي حسد؟ أه في حسد. لكن بالنسبة للبيبي، لو الحاسد شاف بيبي يقدر يأذيه بعينيه؟ لو البيبي ده أنت بتناوليه على طول، بتناوليه على طول، والبيت فيه صلاة، والبيت فيه قنوات فضائية مسيحية بتتقال كلمة ربنا، ترانيم، مقدسات، البيت متحصن، يطفش الشيطان منه. فلو حد واحد حسود جه والبيبي بتاعك ده بتناوليه، عمتيه وبتناوليه، يأثر فيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. ما نهملش ولادنا ونقول الحسد ومش الحسد، ما نهملهمش. نقويهم في النعمة من طفولتهم، رب الولد في طريقي فما تشاخ لا يحيد عنه.